ربيع يجي الصيف، بعد ربيع اي نعم يجي الصيف. هو في الحقيقة تبعنا المسيرة ثم شعارات يعني من الحضور حتى صعيد، ولكن وكأني ثم نية فعلا عدم الذهاب لهذه الشعارات، من أقصد من المتكلم سيد نور الطبو، ولكن في المواطنين ثم شعارات حتى تخص صعيد نفسه، يعني بشعارات تعرفوا نوعيتها. كثيرون يقولوا أنه أغلبية الحضور من العمل عمل الحظائر الوقتيين الذين تم وعدهم بالترسيم، لكن الطبوب في المرة هذه قال راه وكأني ثم مراجعة للحظة 25 جويلية، ويقول أن كنا في فترة الاتحاد كان صاحب حكمة وبعد نظر، أما أن الاتحاد أن يعترف بأن تقديره لم يكن في محله في 25 جويلية بعد سنتين ونصف؟ لا هو متغيرش، هو مازال يتحدث على اللحظة والمسار، لحظة 25 جويلية بمعنى إيقاف الانتقال الديمقراطي القائم على الأحزاب ودستور 2014، وهذه الاتحاد موافق عليها، يحب يقول أنا موافق على اللحظة هذيك، ولكن المسار نعملوه مع بعضنا، مسار الترتيب الجديد للمشهد السياسي، للنظام السياسي، للعلاقات السياسية، لإعادة انتشار القوى في البلاد. أنا شريك معاك يا دولة، لأنه تاريخيا الاتحاد كان شريك في السياسة، ومستحيح هو شريك إلى حدود يعني 78 وقت اللي كان الاتحاد ما زال في الديوان السياسي، بعد ما عاد الشريك، بعد ولا في حالة إما صراع أو تدجين. صراع بعد 78 إلى حدود تقريبا 85، ثم بعد ذلك مؤتمر سوسة، والاتحاد أصبح مدجنا ليس له دور في العملية السياسية. يعني كان عنده دور في العملية السياسية من 55 مؤتمر صفاقس، وتواصل الدور هذايا وقت اللي تم تطبيق البرنامج الاقتصادي والاجتماعي بتاع الاتحاد العام التونسي للشغل، وتواصل بعد صارت أزمة في 65، وبعد ولا الاتحاد بعد إعلان بورقيبة للوحدة القومية، ولا الاتحاد جزء من المنظمات القومية اللي عنده الباي متاعه، سواء في اللجنة المركزية أو في الديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري وفي الحكومة. 78 صارت الأزمة وانقطعت العلاقة ودخل الاتحاد في صدام مع الدولة، تواصلت الأزمة هذه، تحلت في 85 في الفترة متاع انفتاح نسبي، جاء 7 نوفمبر ورتب المسألة، ومن التسعينات الاتحاد العام التونسي للشغل مش شريك في العملية السياسية، وإنما نقابة في المربع الاجتماعي. بعد الثورة مباشرة بطبيعة الحال بعد هروب بن علي تقريبا قبله بيومين أو 3 أيام، الاتحاد هو القوة المنظمة، أشرف وكان مساهما مع بقية يعني خلينا نقول أجهزة الدولة في ترتيب الانتقال من فترة بن علي إلى فترة الانتقال الديمقراطي والمجلس الوطني التأسيسي. بعد ذلك تولى الاتحاد ولعب دور أساسي في إدارة العملية السياسية. كنا نتذكر سي حسين العباسي اللي كتب كتاب واللي قال أنه الاتحاد العام التونسي للشغل ساهم في تعطيل الإسلام السياسي وما خلاهش يحكم، هكذا بالجملة، خلاص بنفسه نعم، ووصل البلاد إلى الحوار الوطني. الحوار الوطني اللي خذا عليه الاتحاد هو المنظمات الثلاثة الأخرين، المنظمات الثلاثة الأخرين هما مكملين للاتحاد الحقيقة، دور الرئيسي هو الاتحاد. دونك أصبح الانتقال الديمقراطي متاع الاتحاد، يعني جائزة نوبل تعطات للاتحاد على أساس انتقال ديمقراطي. عندما وقع 25 جويلية وأوقف هذا الانتقال الديمقراطي، لم يرفض الاتحاد، رغم اللي الانقلاب تم على الانتقال الديمقراطي اللي الاتحاد جزء منه في مستوى تشكيل الحكومات، جزء منه في مستوى الخيارات الكبرى الاجتماعية والاقتصادية، ولكن عندما أراد أن يخرج من اللحظة
ويصبح شريك في المسار؟ قالوا له لا، الدولة قالت له لا، أنت لن تكون شريكا في المسار، لأنه أنت جزء من المشهد السياسي والمشهد الاجتماعي الذي تم إيقافه. الاتحاد مانع نسبيا في الأشهر التالية، ومانع بشكل نقدي، مانع بنوع من المساندة النقدية كان صح التعبير، وبدأ يبلور في مبادرة سياسية باش يحط الناس على طاولة الحوار، ولكن رئيس الجمهورية رفض ذلك، وبالتالي خرج الاتحاد كما خرجت كل الأطراف السياسية. أخرج أو الأصح أخرج سيد حبيب. أخرج نعم، كما أخرجت آخر مبادرة سيد حبيب نذكره، وعدنا الاتحاد في مارس وفبراير 23، هاي مبادرة مش تجي قاسي طيب فيها طيب فيها، وئدت قبل أن تولد أصلا. وئدت لأسباب عديدة، وئدت أولا لأنه لا ما عندكش حق أنت كاتحاد عام تونسي للشغل، الترتيب السياسي الجديد للبلاد أنه الأحزاب تعاود تبني روحها بشكل تتجاوز فيه العبث السياسي بتاتر اللي عاشته في الفترة نتاع الانتقال الديمقراطي، والنقابات والاتحاد بالأساس يلتزم بالمربع الاجتماعي نتاعو. هذا السبب الأول. السبب الأول هو أن الدولة في آخر التحليل قالت لا، ما سماش حاجة اسمها مبادرة، ورئيس الجمهورية قال الحوار الوطني توا في البرلمان اللي باش نعمله. ثانيا وهذا الأهم، الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يضم مجموعة من التيارات السياسية المساندة ل 25 جويلية رفضت أن المبادرة هذه تخرج، لأن المبادرة هذه فيها قدر من خليني نقول تصحيح الانقلاب على الانتقال الديمقراطي، أهم هيئة يعني انتخابات ودستور جديد أعتقد. ولا دونك هما الأطراف السياسية اللي موجودة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل رفضت، دونك كان الانقسام السياسي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، وحتى رأي سينور الدين الطبوبي في المجال هذا بالذات بطبيعة الحال كان رأي أقلي، ولكن في مستوى الهياكل طبعا كان منتخب، ولكن على مستوى الرأي السياسي هذا أنه نعمل مبادرة، والمبادرة هذه يكون فيها استعادة للمسار الديمقراطي وللشراكة السياسية وللحوار مع الأحزاب، لا هذا مرفوض، خصوصا وأن الاتحاد ينظر إليه في فلسفة رئيس الجمهورية على أنه من الأجسام الوسيطة. بطبيعة الحال الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمكن إلغاء هكذا بجرة قلم سريعة، لكن على امتداد العام الفارط تم خليني نقول معناها وضعه في مربعه الاجتماعي. 25 جويلية تصرف مع الأحزاب بطريقة، مع المنظمات المدنية بطريقة، ومع الاتحاد العام التونسي للشغل تصرف بطريقة أخرى، لكن بكل الأحوال استطاع 25 جويلية أن يلزم الاتحاد بمربعه الاجتماعي. الخارجة هذه طبعا تأتي في سياق خليني نقول ما بدأ يتبادر إلى الساحة، بأنه الاستحقاق القادم بتاع 2024 يمكن يكون استحقاق تغيير، وبالتالي الاتحاد العام التونسي للشغل الآن يريد أن يقول أنا موجود في الساحة. نعم. طبعا تحركه هذا يأتي في إطار ربما يعني هندسة سياسية كاملة للبلاد، أنه ثم أطراف ينجم يتفتح لها هامش للتحرك من أجل ترتيب المشهد القادم. لكن هل استطاع الاتحاد العام التونسي للشغل نهار 2 مارس أنه يقول بأنه ما زال قوة كما كانت على امتداد العشرية الماضية؟ أقول لا، نساهم أكثر هات نسمع.